معكم الدكتور عبد الواحد أزرارة، استشاري الأمراض الصدرية. النهاردة هنتكلم في موضوع في الفيديو ديت عن موضوع مهم جدا بيتعلق بالحياة اليومية بتاعتنا كلنا وبتاعت المرضى والدكاترة والصيادلة، وهو تدخلات الأدوية مع بعضها. موضوع مهم جدا، إن الطبيب لما بيجي يكتب روشتة أو الصيدلة بيصرف روشتة لازم يراعي إن في أدوية بتتدخل مع بعضها وممكن تؤدي إلى أضرار. إحنا بنقول هنضرب أمثلة لهذه التدخلات الشائعة جدا في حياتنا، هي كتير جدا، بس الحاجات الشائعة جدا في كل يوم في الصيدلية وفي العيادات. أول حاجة لما الرينجر مع السيفاتريكسون، معروف إن السيفاتريكسون ده حقن مضاد حيوي، السيفاكسون ولها أسامي تجارية كتير، بس هي المادة العلمية بتاعتها سيفاتريكسون. لما نديها مع محلول الرينجر، الكالسيوم اللي في الرينجر ده هو ممكن يتفاعل مع السيفاتريكسون ويؤدي لنتيجة مش كويسة خالص، بيرسب مادة، يعني السيفاتريكسون ده هو يحصل ترسيب لمادة غير قابلة للذوبان، وممكن تترسب في الكلى وفي الجسم بتاع البني آدم، فنلاحظ الحكاية دي. تاني حاجة، الموضوع المشهور جدا والتركيبة اللي موجودة في الصيدليات، تركيبة البرد، الديكساميثازون مع الديكلوفوناد، ديكساميثازون حقن الديكساميثازون مع كيتولات مع فولترين مع ديكلوفين، عيلة الديكلوفونات كلها. هذه التركيبة في منتهى الخطورة، لأنها كل واحد منهم بيزود مفعول التاني، يعني الديكساميثازون مع الديكلوفونات اللي هي قلناهم أمثلة بيزودوا مفعول بعض، فممكن يؤدي لمشاكل جدا خطيرة، ومن أشهرها إنها تعمل التهاب في المعدة وقرحة في المعدة وتقرحات في المعدة وزغطة، والعيان يحصل له مشاكل جامدة جدا. فالديكساميثازون مع الديكلوفونات. تالت حاجة ومشهورة جدا، المترونيدازول مع الميبينيدازول. الميبينيدازول دهوت ده أدوية لعلاج الديدان في المعدة في الأمعاء، والمترونيدازول اللي هو الفلاجيل والأمريزول والحاجات اللي هي بنعملوها مطهر معه. لو اتاخدوا مع بعض ممكن بيعملوا مشكلة، بيعملوا حساسية شديدة جدا وطفح جلدي، وممكن يؤدوا والعياذ بالله للوفاة. ودايما سموها ستيفن جونسون، متلازمة ستيفن جونسون، ان الفلاجيل او الامريزول او مشتقاتهم مترونيدازول المادة العلمية مع الميدي نيدازول الاثنين مع بعض بيعملوا، ممكن يؤدوا الى متلازمة ستيفن جونسون اللي هي عبارة عن حساسية شديدة جدا، طفح جلدي، وهبوط في ضغط الدم، وممكن العيان يموت. حاجة بسيطة جدا بس ناخد بالنا منها. نيجي على السيبروفلوكسيسيلين، ده مضاد حيوي مشهور، ليه أسامي كتيرة. سيبروفلوكسيسيلين ده الاسم الأصلي، في سيبروفار، في سيبروبي، عائلات سيبروفلوكسيسيلين إكس إل، مش عارف الاسم العلمي بتاعه، سيبروفلوكسيسيلين مع الكالسيوم بيؤدي برضو، الكالسيوم بيقلل امتصاص السيبروفلوكسيسيلين من الأمعاء، بيقلل مفعوله، يشيله خالص. السيبروفلوكسيسيلين برضو مع السايوفيلين. ايه السايوفيلين ده؟ السايوفيلين ده حاجات موسعة، مادة موسعة للشعب الهوائية زي الكيبرون اس ار، المينوفيلين، اليونيفيلين، ده لما بيتاخد مع السيبروفلوكسيسيلين معروف ان السايوفيلين لو زاد مستواه في الدم، السايوفيلين اللي هو الكيبرون او السيبرو او اليونيفيلين او السايوفيلين، كل دولت لو زاد مستواه في الدم بيؤدي الى تسمم فظيع، بيؤثر على عضله القلب والدوره الدمويه. طب ازاي السيبروفلوكسيسيلين؟ السيبروفلوكسيسيلين بيعمل بيزود مفعول السايوفيلين، يعني بيزود مستواه في الدم. ازاي؟ السايوفيلين بيتكسر في الكبد عن طريق هرمون اسمه CYP1A2، هرمون كده في الكبد.
السيرم فلوكس سيلم بيحبط الهرمون ده يوقفه، يقوم السيوفيلم ما يتكسرش يعلى مستواه، ولما يعلى مستواه ممكن يعمل مشاكل جدا فظيعه في العيان، يحس بدوخه وهلوسه ويحس بتشنجات، ممكن يحصل له تشنجات وهبوط شديد في الدوره الدمويه وممكن يؤدي للوفاه. طبعا ناخد بالنا جدا من السيرم فلوكس سيلم مع السيوفيلم. التفاعل الثالث اللي احنا بنتكلم عليه برضو مشهور جدا، يقول لك فلان والله عنده شرايين القلب وبياخد ايزوسوربت داينيتريت او مونونيتريت اللي هي النيتروماك والمونوماك والحاجات دي لتوسيع شرايين التاجيه بتاعت القلب، ده لو خد سيلدنافيل اللي هو الفياجرا ومشتقاته ممكن يموت، يحصل له هبوط شديد في الدوره الدمويه، يتفاعلوا مع بعض يعملوا هبوط شديد في الدوره الدمويه. نيجي للكلاريسروميسين اللي هو زي الكلاسيد والكلاريكان، ده مضاد حيوي ممكن يتفاعل مع مضادات الدهون في الدم زي الاتورفاستاتين والسيمفاستاتين، الاثنين مع بعض بيعملوا تفاعل مع بعض وبيقلل الامتصاص بتاعه، ولذلك ممكن كمان يؤدي الى دامج ليفر دامج، يعني يحطم الكبد يبوظه خالص لو خدنا الكلاريسروميسين مع الاتورفاستاتين او السيمفاستاتين اللي هم بيقللوا زي الاطور والحاجات ده اللي بيقللوا الدهون او الكوليسترول في الدم، ناخد بالنا بيعملوا ممكن يبوظوا لنا الكبد في بضع ساعات. نيجي بقى على الدواء المشهور جدا واللي كله عمال يستعمله اللي هو الاسبرين. الاسبرين ده لازم ناخد بالنا ان الاسبرين لو اتاخد مع الايبوبروفين اللي هو الاسبرين مع البروفين زي ما قلنا، طبعا الاسبرين مع البروفين الاثنين بيزودوا مفعول بعض، فالبروفين ممكن يوقف كمان مفعول الاسبرين، يبقى بتاخده كأنك ما بتاخدهوش. الأسبرين مع اللانتوس بتاع السكر اللي هو نوع من الإنسولين بيتاخد، الاثنين مع بعض برضو ممكن يعملوا مشاكل في إن الأسبرين بيزود مفعول اللانتوس، يعني خليه مثلا بتاخد 10 وحدات مثلا لانتوس، لا لما بتاخد معاه أسبرين بيرفع مفعوله، فممكن يدخل العيان في هبوط شديد في السكر في الدم، يبقى ناخد بالنا الاسبرين مع اللانتوس اللي هو نوع من الانسولين. الاسبرين مع مضادات التخثر اللي هي الحاجات اللي بتعمل سيوله في الدم زي بلافيكس، زي الحاجات اللي بتاخد عن طريق الفم زي الزانوكسيبان الفاكسات والحاجات اللي بتعمل تمنع التجلط، الاسبرين ممكن هما الاثنين مع بعض يحصل نزيف بيزودوا مفعول بعض. الاسبرين مع الاوميجا 3 نفس الكلام، الاسبرين مع الاوميجا 3 الاوميجا 3 ممكن تزود مفعول الاسبرين وتعمل نوع من النزيف. احنا بنقول ايه؟ بنقول ان تفاعلات الادويه مهمه جدا، ولذلك في حاجه اسمها صيدليه كلينيكيه، كلينيكال دكتور صيدلي كلينيكي موجود دلوقتي في معظم المستشفيات بيراجع التذاكر بتاعت العيانين ويشوف الدكاتره كاتبه توافق الادويه مع بعضها وتدخلها مع بعضها. طب بره المستشفيات في الصيدليات مفيش مراجعه لروشته بتاعت الطبيب، الطبيب هو المفروض يكون عنده الحد الأدنى من ثقافة تفاعل الأدوية ويلاحظ روشتته وتدخلها مع بعضها. الواحد بيشوف مثلا عيان مكتوب له إيرونيل أو بريكانيل مع أوسيبكت أو مع أولفينت، طب ما هي مادة الإيرونيل تربيتالين يعني أو البريكانيل موجودة في الأوسيبكت وموجودة في الأولفينت، فيدي ده مع ده فيبتدي العيان يجي برعشة شديدة جدا وسرعة في دقات القلب، ده مثال يعني. ضيفوا للأمثلة اللي احنا قلناها دلوقتي وتفاعلات الأدوية، تفاعلات الأدوية مهمة جدا لأنها خطيرة
زي ما شفنا الأمثلة اللي فاتت، ونتمنى لكم الصحة والعافية، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تشيروه أو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل فيديو جديد، وتشجعونا برضو بالتعليقات. يعني واحد مر بتجربة تفاعل أدوية وأثرت معاه، واحد عايز يستفسر عن حاجة يكتب لنا في تعليقاته. ولكم الشكر والسلام عليكم.